تامر عبد العزيز، مبرمج من 15 سنة، مهتم بالذكاء الاصطناعي كهواية مش كاحتراف. أنا بهجة القدامي، مصممة جرافيك وأعمل في هذا المجال كمستقلة من 7 سنوات. أنا نوف باجازي، خريجة ماجستير جيم ديزاينر من جامعة نيويورك في الأكاديمي. نوف وبهجة الاثنين فنانين، كل واحدة فيهم عندها طريقة تفكير كويسة. تجربتي في هذا المؤتمر صراحة شيء جديد بالنسبة لي تماما، خارج عن دراستي، خارج عن تخصصي، خارج عن كل حاجة. انك انت تستخدم برامج جديدة، تستخدم تقنية جديدة، تحاول انك انت يعني تطلع كل ابداعاتك وتفكر اكثر علشان تبدع بحاجة اسمها تقنية الذكاء الاصطناعي. اشترك خبرتي وخبرتها في مجال الفن، وانا في مجال الجرافيك انا نطلع بفكرة ابداعية وشيء مبتكر بحيث انه يكون مميز وخارج عن المألوف نوعا ما. فكرنا مثلا ازاي نجنريت اشكال جولري ذهب من الاي اي، بدأنا نشتغل عليها. بهجة اقترحت حاجة تانية، ازاي نشتغل على الفونت والحاجات الارتستيك اننا نجنريت. اضافت لي كثير، اعطتني موتيفيشن اكثر، اعطتني حماس اكثر اني انا احاول اني اطلع بفكرة ما قد احد طلع فيها. يكفيني اني وصلت لهذه المرحلة من بين 2000 شخص. رقم واحد طبعا الجائزة، اكيد ما راح يعني اختاروا غير صاحب الفكرة القوية، هي اللي تستاهل في النهاية.